بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الرقم 7 في السنة المطهرة. أحاديث كثيرة تناولت رقم 7، مثلا 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا في إلا ظله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، أيضا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أيضا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أيضا السجود والرقم 7، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. أيضا القرآن والرقم 7، قال صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. أيضا عبادة الحاج والرقم 7، نطوف حول الكعبة المشرفة 7 أشواط. أيضا عبادة الحج والرقم 7، نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. أيضا الرقم 7 نرمي إبليس لعنة الله عليه 7 مرات، وفي كل مرة 7 حصيات. أيضا جهنم والرقم 7، عدد أبواب جهنم 7 أبواب، وقد تكررت كلمة جهنم في القرآن 77 مرة، والعدد 77 من مضاعفات الرقم 7. أيضا لو ضربنا 11 ضرب 7 يساوي 77. فتأملوا هذا التنسيق بين العدد أبواب جهنم وهو 7، وعدد مرات تكرارها وهو 77. والله أعلم.